ده انا لسه عروسه 11 طعنه في الصدر وفي البطن، عايزه ايه اكتر من كده؟ اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه الصعبه الفظيعه اللي حصلت في شبين الكوم محافظه المنوفيه. يا جماعه 100 مره بنقول في حلقاتنا، وانا حلقاتي مش مجرد للدردشه، احنا بنقدم النصيحه والحكمه والموعظه. لازم نستفيد من غلطات غيرنا، لازم نستفيد من الاخطاء اللي وقع فيها غيرنا علشان ما نوقعش فيها بنكرر نفس المآسي. ايه فايده ان احنا نشوف جريمه ونتابعها ونعرف اركانها وازاي تم القبض على القاتل والمجني عليه وليه ده كله ما دام مش هنستفيد منها؟ الفايده الاستفاده والنصيحه والحكمه. تعال نشوف البنت لما اهلها يغصبوا عليها الزواج من شخص هي مش عايزاه، وقلنا 100 مره وبدل المره 1000. يا جماعه البنت لما اهلها يجيبوا لها عريس اذا ما وافقتش عليه، مهما يكون العريس كويس ومهما يكون ابن ناس ومهما يكون عنده وعنده وعنده، البنت ما يتمش ارغامها على الزواج من شخص مش عايزاه. يا اخي افرض ان انت شبعان او مش شبعان، ما بتحبش اكله معينه وغصبوك عليها انك لازم تاكلها، هترجع؟ تخيلوا واحده مش طايقه الشخص ده، مش عشان وحش، لكن هي مش عايزاه، مش حباه، عايزه واحد ياخدها على الحصان الابيض ويطير بيها، عايزه واحد هي تختاره بنقوة عينها، عايزه واحد يحبها وتحبه قبل الجواز، افترض اي شيء في بنتك يا اخي. لكن للاسف في بعض الاباء يقول لك لما يكون واحد موظف وعنده شقته وليه مصدر دخل، بنت ترفضه ليه؟ هي ما تعرفش مصلحته، انا اعرف مصلحتها اكتر منها. صحيح كل اب وكل ام صحيح بيعرف مصلحته اكتر من بنته او ابنه، لكن الفكره دلوقتي انها هتعيش مع واحد مش بتحبه، كرهاه ازاي؟ وللاسف لما دخل العريس واسمه محمد عنده 36 سنه يطلب اسماء اللي عندها 23 سنه، الاهل رحبوا بيه، عنده شقته واهله ناس طيبين جدا، ابوه راجل مش شيخ وامه ست هاديه والدنيا كلها بالنسبه له فاتحه دراعاتها، يبقى نديها له. أسماء مش عايزاه، أولا ده كبير مني أكبر مني ب 13 سنة، وأنا عايزة شاب صغير وعايزة أعيش حياتي مع واحد يحبني ويحبه. أبوها قال لها يا ستي حبيه، فترة خطوبة حبيه، اقعدي معاه، مش قاعدة معاه ولا قبلاه. أبوها ضربها وأمها ضربوها وخلوها اتجوزته غصب عنها. الزوجة راحت البيت قالت لعريسها، ما قالتلوش قبل الجواز، قالت له بعد الجواز في يوم الدخلة، قالت له مش عايزاك ومش حباك ومش رايداك. لكن الزوج يعمل إيه؟ واحدة في أوضة النوم بفستان الزفاف وهو بيحبها، لكن هو ما كانش يعرف ان هي رافضاه، وما كانش يعرف ان البنت اصلا قايله لابوها وامها مش عايزاه. طب هو ذنبه ايه؟ ذنبه ان يعيش مع واحده وهي مش طايقاه، وفي الاخر لبى نداء الجسد بموافقتها وغير موافقتها، مش هي دي اللي تعنينا. المهم ان استمرت الحياه، اول شهر عدى وتاني شهر عدى، طلقني مش هطلقك، لغايه ما اكتشف الزوج ان فيه حبوب منع الحمل في الدولاب. فنزل لامه يا مايا، بنت العروسه بتاخد حبوب منع الحمل، البنت مش عايزه تاخد مني، بتجيب مني عيال، البنت كرهاني وانا الطيب. وفعلا الشاب البلد كلها في شبين الكوب بيحلفوا بحياته، طيب جدا، غلبان جدا، بتاع ربنا، ملوش في اي حاجه شمال. حاول يحايلها لدرجه ان ابوه وامه قالوا له يا ابني بعتها عند بيت اهلها، يا ابني غورها وطلعها. قال لهم صغيره نصبر عليه، يمكن ربنا يهديه، احنا نجيب امها وابوها. راحوا جابوا ابوها وامها، قال لهم بنتك بتاخدش حبوب منع الحمل وهي لسه عروسه ما كملتش 45 يوم، انا عايز اعرف هي مش عايزه تخلف مني ليه؟ امها مسكت العروسه ضربتها قلمين وقالت لها يا اسماء عيب، اللي يعمل كده تبقى البنت الفجره، لما جوزك راجل طيب وحماتك ست تتحط على الجرح يطيب وحماكي راجل بتاع ربنا، عايزه ايه اكتر من كده؟ وجوزك تقولوا له شمال يقول لك حاضر، تقولوا له يمين يقول لك حاضر، عايزه ايه اكتر من كده؟ ايه؟ قالت له عايزه واحد يمشيني على العجين، ما لخبطوش، مش عايزه واحد طيب، انا عايزه واحد راجل يضربني ويعذبني بس المهم اكون رايداه ويردني. محمد قال انا بحبك، هي قالت له لا وانا ما بحبكش. قدام ابوها وقدام امها. الزوج قال طب انت عايزه ايه؟ قالت له طلقني. قال لها انا هصبر عليك، الجواز والطلاق ده خرب بيوت، وانا عندي امل ان ربنا يهديك. بس هي للاسف كانت واخده قرارها، مش عايز تطلقني وابويا وامي راضيين عنك ومش عايزين يطلقوني، انا هخليك تطلقني غصبا عنك. وفعلا الساعه 11 في الليل وهو نايم جنبيها السحبت العروسه اللي ما كملتش 46 يوم وراحت جابت السكينه على محمد وهو نايم لسه عريس. 46 يوم جواز، 11 طعنة في الصدر وفي البطن ليموت محمد. وفي الاخر تتصل بواحدة قريبتها تقول لها تعالي بسرعة دلوقتي علشان اديكي حاجة. فعلا جت
قريبتها عطتها السكينه وعطتها المحفظه وعطتها الدبله بتاعت جوزها وقال لها حطيهم في الشنطه وارميهم في اي مكان. البنت وهي ماشيه شاورت لتوك توك وقت متاخر الساعه 12 في الليل، قالت له اديني طلعني على ترعه مش عارف ايه، مش عايز اقول المكان لكن ما علينا. مشي التوك توك بيها راحت راميه الشوال اللي فيه الحاجات دي، راحت واحده من الجيران سبحان الله في المنطقه قالت لها خد يا بنتي بترميها من التوك توك ما حدش بيرمي الزباله هنا. قالت لها مش بتاعت بتاع التوك توك، قال لها انت رميها قدامي انت فيها يا بنت. فتحوا الشوال لقوا فيه السكينه والمحفظه وجلابيه كلها دم، عرفوا ان الجريمه ان في جريمه حصل، بس هم ما عندهمش خبر البنت دي اصلا قتلت مين ولا سرقت مين. هم كل اللي شافوه شوال فيه محفظه ودبله وادوات وجلابيه عليها دم، عرفوا ان في مصيبه، لكن ايه اللي حصل ما يعرفوش. في الوقت ده سمعت الزوجه وهي بتزعق جوه البيت، اسماء بتعيط وبتصرخ مين اللي عمل في جوزي كده وهو نايم، ده انا كنت نايم وما حسيتش بحاجه. طب دخل عليك ازاي؟ اللي قتل جوزك دخل عليك ازاي؟ اللي دخلوا وضربوه وقتلوه خدوا المحفظه منه دخلوا ازاي؟ قعدت تصوت وتلطم وتحضن في حماتها وتحضن في عماها، ده انا لسه عروسه، ده انا لسه ما اتهنتش، قتلوا فرحتي، عملت فيلم لدرجه ان ابو العريس وام العب كانوا سايبين جثه ابنهم وقاعدين يهدوا فيها ويقولوا هتموت نفسها هتموت نفسها على الوقت، وهي اصلا كرهها وهي اللي قتلاها. لكن سبحان الله في الوقت ده كانت الاعترافات بتنهال من قريبتها، قالت على فكره السكينه مش بتاعتي والجلابيه بتاعت جوز جاربتي وهي اللي بعتت لي وهي اللي خدت. فين البيت؟ شاوروا على البيت، راحوا لقوا الجثه موجوده وكل حاجه موجود، وبعد ما كانوا متعاطفين معاها وقاعدين الناس يحايلوها خايفين عشان تموت نفسها على جوزها انهارت وبكت وقالت انا اللي قتلاه، ابويا جوزوه لي غصب عني وانا ما بحبوش، انا كنت عايز اتجوز واحد يحبني واحبه قبل الجواز واعيش معاه قصه حب، العمر صغير والواحد ما بيعيش غير مره واحده وكنت عايز اعيش سعيده، لكن جوزوني واحد اكبر مني وانا ما بحبوش. شفت الست؟ انا بقول يا جماعه كل اب اوعى تضغط على بنتك، يعني هي قتلته ليه؟ ما بتحبوش، لكن هي كان عندها ممكن تخلع بس الاب والام ما كانش هيسمعوا، فما لقيتش وسيله تعيش مع واحد كرهاه وبيعاشرها معاشره الزوجات وهي كرهاه مش حباه، فقالت ايه؟ اموت واخلص منه وتعمل التمثيليه دي كلها. لكن سبحان الله ان كيدهن عظيم، شوف كادت قد ايه ورتبت قد ايه، وسبحان الله ربنا يجعل واحده بترمي شويه بس، واحده سته تقول لي خد الزباله اللي انت ما ترميهاش قدام البيت عشان تتمسك وتعترف وتبان الجريمه والعريس هو المجني عليه. هل غلط العريس في حاجه؟ العريس تقدم ودخل البيت من باب وطالب الحلال، هو ذنبه ايه؟ هو كان يعرف منين البنت مش عايزاه؟ هو بعد ما كتب الكتاب وخد عروسته على غرفه النوم لما تقول له انا ما بحبكش المفترض يعمل ايه؟ عريس وعايز يتجوز وعايز يفرح ويصدم يوم دخلته في واحده تقول له انا مش عايزاك، انا كرهاك، ابويا جوزني غصب عني، امي ضغطت عليه عشان اتجوزك، طلقني، يوم الصباحيه في الليل قبل الصباحيه بتقول له طلقني. قال لك صغيره ويمكن ربنا يهديها ويمكن تعال كمان شويه، يمكن لما تعاشرني وتلاقيني طيب ولما تعاشرني وتلاقيني هجيب لها كل اللي نفسها فيه، لما تعاشرني وتلاقيني بعرف ربنا وبصلي الفرض بفرض يمكن تحبني. لكن للاسف في بعض الفتيات او بعض الزوجات بيبقى في دماغها الحياه الزوجيه فسح وخروجات ورحلات وصيد غزلان، ما يعرفوش ان الواقع اللي بيشوفه في الافلام وفي الدراما وفي المسلسلات وعلى السوشيال ميديا واقع في غير حقيقي نهائي. احنا بنشوف في الافلام القصور والافلام وحمامات السباح بس الحقيقه ما فيهاش كده، الشقه دلوقتي 60 متر و80 متر، فين اللي بتتجوز في شقه 200 متر ولا 300 متر دلوقتي؟ مش موجوده، الحياه غير اللي في الافلام وغير اللي المسلسلات خالص، هي بتحلم بشقه وفرس وحصان وحبيب ياخدها ويتفسحوا ويسافروا، لكن الكلام ده مفيش، مفيش الكلام ده خاص في الواقع، الظروف الاقتصاديه اللي بنعيشها، كتر خير الشباب اللي بيلقوا شقه، كتر خير الشباب اللي بيلقوا شبكه، كتر خير الشباب اللي بيقدر يجهز الشقه، كتر خير الشباب اللي بيروح يتقدم ويتجوز، دي معجزه في الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في البلد. وفي الاخر يموت محمد وهو ما كملش على فرحه 46 يوم، عريس عنده 46 يوم يموت ب 11 طعن، مش عشان خان زوجته، زوجته ما خانتوش، زوجته ما حبتوش، وفي فرق كبير بين الخيانه وبين الكره. هو الشاب ملوش ذنب، الشاب طيب متدين غلبان، لكن هي ما بتحبوش، اهلها ضغطوا عليه، ضغطوا عليه، اتجوزته بالاكراه، هو ده الزواج بالاكراه، زواج بالاكراه، لكن هي الوسيله عشان تتخلص منه ايه؟ هو اللي عليها على قد ما فهمها انها تخلص منه تقتله ب 11 طعم وتعمل فيلم وتصرخ وتبكي يا حبيبي يا فرس يا جملي وهي اللي قتلاها. لكن سبحان الله قريبتها اللي خدت وسائل الجريمه اللي هي السكينه والمحفظه والحاجات دي عشان يقولوا ان ده سرقه ودخلوا قتلوه عشان ياخدوا يسرقوا المحفظه والفلوس، للاسف ما نفعتش وتم القبض عليها، وبس كل مبررها ما بحبوش، كنت اتمنى احب واحد قبل ما اتجوز وبعد كده اتجوزه، لكن انا ما بحبوش فقتلته عشان اخلص منه، لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.